السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، وربنا يبعد عنا وعنكم المرض وعن جميع المسلمين. النهاردة جايب لكم تطبيق تيوب بادي. التطبيق ده هيساعدك جدا في تطوير قناتك، في تصحيح اخطاء السيو. التطبيق ده هيخلي قناتك محببة لمحركات البحث في اليوتيوب. التطبيق ده لو استخدمته بشكل صحيح هيخلي القناة بتاعتك تتصدر نتائج البحث بالفيديوهات اللي موجودة فيها، بس أهم حاجة تستخدمه بطريقة صحيحة وتستفيد بكل حاجة فيه. هو تطبيق بسيط جدا، تطبيق يعني سهل جدا في الاستخدام، بيبين لك الأخطاء والحاجات اللي أنت ممكن تصححها للفيديوهات اللي موجودة عندك عشان تقدر تتصدر بيها نتائج البحث. هو فيديو مهم جدا للسيو، فيديو مهم جدا لكل من بيشتغل على اليوتيوب ولكل اللي هم عايزين يمشوا في قصة الربح من اليوتيوب، لأن هو بيخلي فيديوهاتهم والقنوات تتصدر نتائج البحث بالحياة اللي هو بيساعدهم فيها. وطبعا هننزل التطبيق مع بعض. أنا طبعا كنت منزله بس حذفته عشان ننزله معاكم تاني من البداية. أول خطوة بنروح على متجر بلاي، نضغط أوكي، بعدين بنكتب في البحث تيوبادي، بيتثبت معانا البرنامج. تطبيق فعلا مهم جدا، تطبيق هيساعدك في ان قناتك تظهر في وفيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الاولى. ايوه نزل التطبيق. طبعا بتجينا بعض الحاجات اللي هي بيفهمك التطبيق، يعني بشرحه لك بنعديها كلها وبعد كده نقول له اوكي ماشي. بعدين بيجي عند يوتيوب اللي تحت دي، يوتيوب اللي تحت دي، ونضغط عليها لاخر خيار ماشي. بعد كده بيطلب مننا تسجيل باسم بايميل قناه، وما تخافش منه، هي هو تطبيق امن يعني. ها ندخل على القناه، ثواني بس بيحمل معنا الفيديوهات بتاع القناه. ايوه جاب لي، قال لي كل الفيديوهات اللي على القناة بتاعتك 46 فيديو. طيب أول حاجة فوق هنا بيجيب لك عدد المشتركين اللي في القناة. لو أنت عامل إخفاء لعدد المشتركين زي ما أنا عامله كده، فهيظهر لك إن في إيه، إن أنت عامل إخفاء لعدد المشتركين. لو حابب ترجعهم بترجعهم. دي أول حاجة فوق. تاني حاجة تنزل تحت هنا بيجيب لك عدد الفيديوهات اللي موجودة عندك في القناة ماشي. دي بيجيب لك التعليقات اللي موجود، التعليقات اللي عندك على الفيديوهات اللي عندك ماشي. التانية دي بيجيب لك الانجازات اللي انت عملتها في الفترة دي. الرابعة، رابع خيار اللي هي الاخبار، اخبار يوتيوب ماشي، بيجيب لك كل اخبار يوتيوب، كل اخبار اللي نزلها على يوتيوب بيجيبها لك وبتقراها، والحاجات برضو الخاصة بيوتيوب دي بتشوفها. الخامس ده بيجيب لك ايه، الكلمات المفتاحية اللي انت حابب تبحث عنها بتضغط عليها. لو انت حابب تبحث عن اي كلمات مفتاحية، لو قلنا مثلا شرح، وليكن يعني شرح برنامج تيوب بادي مثلا، دي كلمة مفتاحية اللي هي العنوان، فاحنا بنضغط عليها. بالنسبة للقنوات الصغيرة هو البحث عليها والمنافسة عليها، اللي هو البحث والمنافسة. بس أهمها عندك اللي هو الخيار الثالث ده، إن هو يكون جيد عشان تقدر تنزل الفيديو ده، بيساعدك في إن الفيديو بتاعك يتصدر نتائج البحث. طيب عندنا بعض الفيديوهات أهي. طبعا الفيديوهات دي كلها كانت في البداية ما عليهاش، كان فيها أخطاء كتيرة، لكن أنا أول ما بتدخل هنا أول حاجة هنا فوق بيقول لك الصورة المصغرة، أول خيار اللي هو الصورة المصغرة. لو أنت عامل صورة مصغرة مناسبة بيديك علامة صح عليها. تاني حاجة الكلمة المفتاحية اللي في العنوان، يعني أي برنامج، أي درس بتنزله، ولا أي شرح بتنزله، ولا أيا كان يعني محتوى القناة بتاعك، حاول تضيف كلمة مفتاحية من ضمن الكلمات في العنوان، عشان كده بيديك عليها علامة خضر. تاني حاجة الكلمات المفتاحية اللي في صندوق الوصف ماشي، العلامات أو التاجز اللي هو في صندوق الوصف، وفي العلامات اللي هي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. تالت حاجة العنوان وطول العنوان ماشي، تالت حاجة العنوان وطول العنوان. الرابعة معانا اللي هو حجم العلامات، في علامات اللي هي
الكلمات المفتاحية اللي انت بتحطها والتاجز اللي انت بتحطه في العلامات في خانة العلامات بيبقى فيه صغير وفيه كبير، فانت بتختار من ده وده عشان يفتح معاك. دي يعني. وهنا اضافة البطاقات اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، اضافة البطاقات ماشي، اللي هو الدرس اللي بنتكلم عنه ده ماشي، اضافة اللي هو شاشات النهاية ماشي، وإضافة وقوائم التشغيل والنشر على تويتر والنشر على فيسبوك، فبيديك في الآخر نتيجة 9 من 10. في الأول أنا بعد ما عملت الفيديوهات ما كانش بالشكل ده، كنت تدخل على الفيديو تلاقي الفيديو عليه ملاحظات كثيرة، تلاقي جايب 2 3 بس، فده بيساعد جدا في موضوع أن أنت فيديوهاتك تصدر. لو جينا عند الفيديو اللي بعده نفس النظام برضو، نفس القصة ماشي، نفس القصة بيديني، ده بيعلي جدا وخلي فيديوهاتك تظهر في محركات البحث. في فيديوهات فعلا ما كانش عليها مشاهدات خالص، زي الفيديو اللي قدامنا ده، مرة واحدة شيل المشاهدات من أمس بسم الله ما شاء الله، من ساعة ما ظبطته وهي رفعت معاه خالص. في فيديوهات ما كانش عليها غير مشاهدات بسيطة جدا بدأت تزيد، في فيديوهات بتعلى كل شوي. كل ما انت تحاول تستخدم تطبيق صح وتشوف الأخطاء والحاجات الناقصة عندك، كل من المشاهدات تعلى عندك. وزي كده مثلا ده برضو شوف بيجيب لك نفس اللي احنا بنقول عليه، الصورة المصغرة لازم تركب صورة مصغرة مناسبة، بيديك علامة الصح. لو مش مركب انت حاجة زي مثلا التسميات والتوضيحات دي، بيديك علامة اللي هو علامة الاي الصفرة دي، يعني دي ملاحظة على الفيديو ده بس. انت لو وصلت بالتسعة ده يبقى انت يعني الفيديو بتاعك وصل لحاجة جيدة يعني ماشي. طبعا هنا لو جيت تحت هنا اول ما تفتح الفيديو ماشي، لو جيت تحت هنا بيوريك الفيديو الحتى اللي هو الشرح بتاعه، لو ضغطت على رقم 2 بيقول لك التاجز اللي هي العلامات اللي انت حاططها في اللي هي حاطط منها في صندوق الوصف اللي هي الكلمات المفتاحيه، وحاطط منها في العنوان، وحاطط منها في الايه في صندوق العلامات اللي انت اثناء التحميل. طبعا دي الحاجات دي بيقول لك ممكن تنسخ فيديو، ممكن تنسخ عنوان URL، ممكن تنسخ علامات، يعني هو بيدي لك حاجة الخيارات يعني. وهنا دي التعليقات، بيجيب لك التعليقات اللي موجودة عندك على الفيديو، انت براحتك لو حابب ترد على التعليقات او كده بترد عليها، مفيش ادنى مشكلة يعني ماشي. ده تطبيق فعلا مميز جدا، انا عن نفسي استفدت بيه كتير، كان عندي فعلا علامات كتير مش موجودة. هنا بيحصلك هنا على اللي هو التعليقات واللايكات والحاجات اللي زي دي، برضو لو هي مش مظبوطة مع الفيديو او مع مدة مشاهدة الفيديو بتجيلك بالعلامة الصفراء والعلامة الحمراء، كلها عندنا هنا بالعلامة الخضراء. لو مشينا لتحت كده نجيب فيديو مثلا يكون عليه ملاحظة من العلامات عشان توضح لكم اكتر. طبعا انا عدلت كل الفيديوهات من ساعة ما نزلت التطبيق، انا لقيته التطبيق جيد جدا. مثلا لو جينا عند فيديو زي ده عليه مشاهدات كتير بس اللايك اللي عليه اقل من يعني من عدد المشاهدات او مش متناسب مع عدد المشاهدات، فاعطانا عليها اللي على العلامه البرتقاله دي. نفس النظام في فيديو زي ده جايب مثلا 503 مشاهده، بس برضو نفس النظام التعليقات واللايكات مش بالقدر الكافي للمشاهدات اللي هي موجوده في الفيديو. فهو حاجات زي كده، هو بيظبط لك القناه وبيوري لك الاخطاء بتاع SEO، هو اللي هو يعني اللي تساعدك في تخلي محركات البحث تتجه مباشره لقناتك. ولو تم اقتراح قناه، لو تم اقتراح القناه بتاعتك في محركات البحث وكان واستخدمت التطبيق ده بطريقه صحيحه، ده هيخلي قناتك تظهر في محركات البحث كتير، وهيخليها محببة لمحركات البحث، فتبدأ تظهر، فتزيد المشاهدات، تزيد الاشتراكات، تساعدك على ان القناة بتاعتك تنمو وتكبر بسرعة. ده طبعا كان درسنا اليوم عن تطبيق تيوب بادي، تطبيق سهل جدا، تطبيق بسيط جدا لكنه مهم جدا جدا للقناة. انا فعلا ساعة ما استخدمته تقريبا 90% من فيديوهاتي كان عليها ملاحظات كتير، أعلى فيديو كان جايب 4 أو 3، دلوقتي الفيديو أقل فيديو هنا موجود 9، في فيديوهات جاية 10 من 10، فده بيساعدك جدا. وأتمنى يكون استفدتم من الدرس.
ولو عجبكم ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو مش مشترك في القناة تشترك، ولو استفدت بالدرس شيروا لأصدقائك يستفيدوا منه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي حفظ الله ورعايته، أحبكم في الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.